الشباب على أقل تقدير في الشوط الثاني تغير حال المباراة إيجابية ظهرت بشكل مختلف عن الشوط الأول، في النهاية النتيجة سلبية لنادي الشباب. أول شيء بسم الله، أول شيء الحمد لله. يمكن كنا في الشوط الثاني أفضل، يعني حتى الشوط الأول جدنا كذا فرصة ما توفقنا، يعني يمكن جاهم هدف المباراة 18 تسديدة، وهذه حال الكرة الحمد لله على كل حال. أحمد، على آخر مبارتين أمام الهلال واليوم أيضا أمام النصر، الشباب بدأ مقنعا بشكل مغاير عن المباريات الماضية، في النهاية هو النتيجة هي من تختلف فقط. والله صحيح، يمكن مباراة الهلال ومباراة اليوم قدمنا مستوى جيد ممتاز، يعني ما كنا يعني حتى نستاهل الخسارة، لكن هذه حال كرة القدم، دائما تظهر بشكل جيد وما تكسب، نلعب على مباريات تلعب على جزئيات بسيطة، أخطاء يمكن، فهذا اللي صار. لكن هذه رسالة، يعني معناته أن الفريق الشبابي عنده إمكانية، وفريق الشبابي فريق كبير، لكن الظروف اللي حاصلة أعتقد أنها هي من أسباب التدني. الظروف كابتن؟ والله الظروف ككل، يعني كإصابات، ك يعني مشاكل عدم تسجيل، كأشياء مادية، ككل الظروف اللي حاصلة في نادي الشباب، يعني ما حد يخفي عليه الشيء هذا. وأعتقد أن الظروف لو مر فيها أي فريق بيمر بالمرحلة هذه بتكون له صعب. أخيرا، هدف فيكتور أيالا، المساحة كانت مؤاتية له من خلال التسجيل، لم تكن هناك تغطية كابتن. والله أنا قلت لك دائما الأهداف تكون من أخطاء وأشياء، يمكن جزئيات بسيطة، يمكن كان في تأخر في الخروج للخصم حتى ما نعطيه مساحة للتسديد، لكن هذه طبيعي تحدث في كرة القدم وتوفق فيها اللاعب. شكرا. عفوا.